قال الكسائي: أصابت الأعراب مجاعة، فتحولت طائفة منهم من البدو إلى الحضر، فصرت إليهم لأسأل عن أهل بيوتات كنت أعرف عنهم الفصاحة، إذ سمعت شيخا منهم وفي حجره صبي ابن 4 سنين يزيد أو ينقص يبكي، فنادى الشيخ: يا كلب! فأجابه صبي خماسي عليه مضرعة شعر قد أخذت من صدره إلى حجزته وسائر جسده مكشوف. فقال: ها أنا ذا يا أبا. فقال: ما لك أبكيت أخاك؟ فقال: والله ما فعلت غير أني كنت ماشيا وهو يفوقني، إذ بصرت بتميرات مطروحات فأهويت نحوهن لآخذهن، فعازني عليهن فدفعته عنهن فأقبل إليك باكيا، وقد والله يا أبي يا أبا ما أعطيته شطر ما أخذت، ما وترته من ذلك شيء. فقال الصبي: كلا والله يا أبا، إنه لباطل ما قال، لكني بصرت بهن قبله فأهويت لآخذهن، فلطمني لطمة أغطشت منها عيناي فابتزهن من يدي وحال دون أخذهن، فلطمني لطمة أغطشت منها عيناي حتى غرورقتا بالدموع فابتزهن من يدي وحال دون أخذهن، ولا والله يا أبا ما كذبت، وإلا فجعلن لي آخر زاد إن كنت رزقته أو أرزأني منهن شيئا. فقال الكسائي: فكتبت قول الصبيين وانصرفت.